السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي النهاردة ليكم تطبيق دوت، دي لعبة جديدة، لعبة كويسة، هي بتاعة تصفيف شعر وتلبيس أميرات. هي هنخش دلوقتي وهنشوفها. دي الميزة جديد بتاعتها. نبتدي. انت بيتعرض لك 3 اميرات، انت بتختاري منهم واحدة تخشي تلبسيها. انا هختار اللي شعرها بني. اول حاجة انا بعملها، عندك شامبو، تستعملي الشامبو. بعد كده بتدوسي على دش وبصبعك بتحركي صبعك، هو كده بيتغسل. بعد كده بدوس على التصفيف انا كنت مستقصده انفشه بالطريقه دي، علشان لما اجي بالمكوى دي الفوشيا، لما اجي اكوي يبقى ما فيش ولا خصله متسابه. بضغط عليها وبحرك صبعي. هحاول اجرب تاني كده، ممكن يكون لسه في حاجه متكوتشي. كان في خصل لسه متكوتش. ماشي كده خلاص. هقوم دايس على المشط وهبتدي اسرح ليها شعرها. الخصل دي مش طويله فانا عايزه اطولها. بتقومي دايسه على الشعر ده وتدوسي على الخصل اللي انت عايزه تطوليها. بس كده خلاص. هرجع تاني اسرح لها شعرها. هو الخصل ده عايز طولها. انا عايز اسرح، ممكن يبقى خصل قصيرة فببقى عايزة اطولها، فارجع تاني امسكه. ما بس اتفرج كده، هو في واحدة هنا لسه متعملتش اهي. ماشي، بس بنشوف الاول شعرها كله. هو في واحدة لسه صغيرة هنا اهي. اي في واحدة برضه هنا. خلاص مشتني، بس كده هبتدي بقى انزل لها شعرها تاني مرة واحدة، عشان بشتغل بقى التعب بالمشط. بدوس على الاستشوار وبتقولي نفخاله مرة واحدة كده بينزل كله. بعد كده انا عايزة اقص بالمقص. بقوم دايسة على المقص. خلي بالك جدا مش تدوسي على اللي هو لونه فوشيا ده، عشان الماس ده بيقطع لها شعرها من فروة الراس. بس ما تخافيش لو عملت كده، عادي هتدوسي تاني على الراس الشعر دوت، وبتدوسي على مكان القص وبيطول تاني وتسرحي تاني عادي، بس انت بتدوسي على المقص. ماشي، انا عايزة اقص لها بقى شعرها. كده كويس، ابتدي اسرحه بقى. في واحدة كانت لسه متكوتش، اما احنا كملنا الشعر كانت لسه متكوتش. انا كده كويتها. ارجع تاني بالمشط.
ماشي دلوقتي انا هخش بعد انا كده خلصت. ففي بكريك كده في الاخر بتدوسي عليه بيطلع لك الوان صبغات، انتي بقى بتشوفي عايزه تصبغي الشعر ايه بتدوسي عليه. انا عايزه دوت بني غامق قوي، جربه. نجرب الاسود بقى، في فرق فعلا اهو. نكمل بقى الاسود عشان الاسود احلى. هو الموضوع ده بيروح لوحده. بعد كده انا كده خلصت خلاص، مش محتاجه حاجه تاني. هدوسها على الدوريه اللي تحت وتدوسي على النقط ده. عندك كذا شكل للحاجب، انا عن نفسي انا هختار ده. بعد كده بتقوم دايس على الروج. هنجرب ده، لا ده احلى. بعد كده هنشوف الحمرة بتاعت الخدود والجو. ده احلى. بعد كده بتشوفي الرموش، لا دي هتلاقيها تحسيها كده كثيفة قوي وداخلة في بعضها شوية، فاحنا هنختار واحدة تانية. مش عارفة دي ولا دي اختارها، فانتوا قولولي بالتعليقات وقولولي اي شي كنتوا بدكم اسويه بشعرة او بالميك اب او باللبس، قولولي بالتعليقات. بس انا دلوقتي هختار ده. ده بقى اللي بتحطيه فوق العين. الدرجة بقت حلوة مش وحشة. بعد كده تدوسي على العين دي درجات العيون. هنشوف مع بعضنا اكتر واحدة لايقة على عينها. اللبني هو ده اللون اللي لايق على وشها. ده الورقة اللي فيه تاج دي دوسي عليها. دوسي أول حاجة نختار اللبس. ماشي الفستان ده شكله حلو. دلوقتي هنختار الحلي. ده تلاقي اكتر. نشوف الحلق. ده شكله حلو. ماشي دلوقتي هندوس هنا. هنشوف التاج المناسب معاه. ده شكله احلى. بعد كده هندوس هنا. هتشوف المكان اللي انت عايز تصوري بقى فيه.
انا هختار اتصور هنا. ماشي، بتدوسي على الكاميرا بس كده. ومع السلامة، وهنشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. اكتبوا لنا بالتعليقات ايه اللي عجبكم، وايه اللي انتوا كنتوا عايزين يعني البسه لها، او في الميك اب، او في الشعر. في التعليقات اكتبوا لنا. مع السلامة.